ضيفي هو كابتن حلمي فوزي المدير الفني للغطس في نادي اليوبلس. ازي حضرتك كابتن؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيكم في اليوبلس، وسعيد للمره الثانيه ان احنا نعمل حلقه مميزه ان شاء الله. دايما كل الحلقات اللي بنعملها معاكم هنا مميزه ومع الغطس، ويعني كمان كان كنت ضيوفنا قبل كده، والنهارده احنا معاكم تاني لان لقينا ان في نتائج بتتحقق من الغطس. يعني احنا دايما عندنا هدف بنتابع الناس اللي عندها اهداف وبتنجح فيها، فاحنا شايفين ان في رحله نجاح مستمره للغطس في اليوبلس. هي بس المفاجاه ان انا النهارده بعد الحلقه اللي عملناها من سنتين، احب بس ازف لك ان احنا لما لعبنا الاولمبيات الاخيره اللي لعب فيها 4 فريو اللي فاتت من مصر، لعب 2 من اليوبلس اللي انتوا تقريبا صورتوهم هم في فتره الاعداد، وكنا يمكن في الحلقه اللي فاتت لو رجعناها شويه هنشوف ان احنا كنا بنتكلم على اللعيبه والاعداد اللي بيحصل ان انت توصل لعيب لبطوله عالم الاولمبياد. فاحنا الحمد لله نادي اليوبلس نجح ان من الاربعه اللي لعبوا الاولمبيات الريو الاخيره كان منهم 2 من نادي اليوبلس. بطوله العالم الاخيره اللي كانت في بودابست لعب 6 لعيبه كان منهم 2 من نادي اليوبلس. احنا الحمد لله في الفتره الاخيره دي يمكن اخر 10 سنين وحاصلين على الدرع العام. عدد اللعيبه اللي بيمارسوا اللعبه في نادي اليوبلس تقريبا قد اللعيبه اللي بيلعبوا في جميع انديه مصر، ممكن يفوقوا كده العدد كمان. فاحنا الحمد لله عندنا دعم كبير جدا من النادي او لا امور، اللعيبه بيستحملوا كتير معانا. بس الحمد لله كان يعني للحلقه السابقه ليكو مصداقيه ان احنا اللعبه عندنا ليها بلانت كان طويل شويه، ولكن الحمد لله وصل بنجاح ان احنا لعبنا الاولمبيات اللي فاتت ب2 لعيبه مميزين جدا، ولعبنا بطوله العالم الاخيره اللي كانت ببودابست. وده اللي خلانا نبقى موجودين النهارده. بقول لحضرتك ان في بلان محطوطه، في خطوات ماشيين عليها. وطبعا النهارده بما ان انا موجود حابب اعرف برضه للفتره اللي جايه انتوا بتحضروا لايه؟ الخطط بتاعتكم ايه؟ يعني بتستعدوا لايه؟ بص احنا بس نتكلم في الترتيب لان المجموعه اللي معاكم تقريبا حبيت اعرفهم يعني ايه دايفنج، فابتدى الكرو بتاعك انه يبدا يعلم الاولاد الصغيرين، او بنبدا تعليم الاولاد الصغيرين من كام سنه، فابتدوا يصوروا اولاد صغيرين قوي اللي هو من 4 سنين، بنبدا من 4 سنين. فمن ال4 سنين دول بتقدر تختار منهم اللعيبه اللي هتقدر تكمل معاك، مقاييس اللعيبه اللي موجوده، وبعدين بتختار منهم مين اللعيب اللي يقدر يستحمل معاك فتره كبيره، لانها لعبه صعبه شويه وعايزه اعداد طويل عشان توصل للعيب مميز، يمكن عايز 4 5 سنين عقبال ما تبدا تقول مين اللي هيقدر يكمل معاك في الفتره اللي بعد كده. تمام. فبتبداوا تسلكتوا من سن ال4 سنين؟ من ال4 سنين لغايه من 4 ل8، هي اول منافسات بطولات الجمهوريه وكاس مصر بتبقى من 8 سنين. فمن 4 ل6 بيبتدي الاولاد المميزين نختارهم، ومن 6 ل8 نكمل معاهم للبطولات. بيبقى مميز ايه بقى عناصر تميز اللعيب بتاع الغطس او الدايفنج؟ بص في اختلافات ما بين الاطفال وبعضيها. احنا من خبره التعامل مع اطفال كتير بتبتدي تشوف المقاييس الجسمانيه، جسم عضلي، العضله مميزه، مش يعني في المستقبل مش هيبقى مايل للسمنه، الطفل ده ملتزم ولا مش ملتزم، اهله يعني سبورت ان هم يكملوا معاك ويتفرجوا انت يعني او يساعدوك ان انت توصل لغايه الاهالي عليهم. فدي عده في عده عوامل مش لعيب لوحده طبعا. ولي الامر طبعا بيتعب جامد جدا، بس هي الفكره ان ولي الامر يعني ممكن يتعب ويجي في فترات ما يكملش معاك، فانت بتبقى عينك ان انت مرتب مين اللي عاوز ابنه يوصل لغايه فين، وبالتالي ان احنا هيبقى النادي والمدربين واولياء الامور بالظبط كده. شوف الاسر اللي بتدعم اولادهم، معظم الاولاد اللي كملوا المراحل كبيره جدا هم يعني في دعم اولياء امور بنسبه كبيره جدا. بس طيب لو اتكلمنا بقى عن حته ثانيه كده انا حابب انا اعرفها شخصيا، يعني الرياضه دي ليها تفكير في المنافسات؟ يعني انا داخل دلوقتي في بطوله او في منافسه بفكر بشوفها هعمل ايه، ولا هي بتبقى خلاص هي حركات انا المفروض اتمرن عليها داخل اعملها؟ لا ده بتاخد فتره كبيره جدا، ان احنا زي ما قلت لك في البدايه الاطفال بيبقى الموهبه يعني بمقادير ما بين الاطفال وبعضيها بتبقى مختلفه، امكانيات جسمانيه مختلفه ما بين الاطفال وبعضيها. في طفل ممكن يكون يعني مميز لكن بيقلق يعني خايف شويه، في طفل تاني بيسمع كلام الكابتن بالكامل. من هنا بيبان بقى ان اللعيب دوت هيوصل لمرحله خلاص انت في الاعداد بتاعك بتبني عليه طموح، يعني انا بنط بشكل انت بتنط بشكل مختلف. انا كنت دي فرق الحركات، ما هي دي اللي انا قصدي عليه. فرق الحركات اللي بيعملها اللعيب ليها درجات صعوبه، ليها 8 يعني. تمام خلاص انت بتاخد عليها النقاط بتاعتك بالظبط كده. انت بتعمل درجه صعوبه وانا بعمل درجه صعوبه اكبر منك. ففي المنافسه خلاص بتؤدي للاخر، انا ابقى متميز ولا انت هتبقى متميز. فعشان كده كل لعيب بتعمل معاه البرنامج على قد امكانياته اللي موجوده. ده اللي بيعمل فروقات. الفتره اللي جايه بقى ايه بتستعدوا لايه وشغالين على ايه الفتره دي؟ بص احنا عموما يعني شويه مدرستنا مختلفه شويه، ان احنا بنحاول نعمل لعيبه
يعني نادي اليوبيس الحمد لله عنده دعم كبير جدا، ان احنا اللعيبه بتاعتنا بندورش على المستوى المحلي بس. يعني احنا بنبقى طموحي انا كمدرب او كنادي ان انت توصل باللعيب دوت ان يبقى لعيب مميز يلعب منتخب مصر ويلعب بطوله عالم ويوصل الاولمبياد. هي دي الفكره اللي عندنا احنا، بما ان احنا يعني خدناها من فتره كبيره جدا وعندنا لعيبه لعبت الكلام ده، فبقى طموحنا رايح للمكان دوت. او والناس كتير من اللعيبه والاولياء الامور اللي شافوا اللعيبه زمايلهم لعبوا في الاولمبياد اللي فاتت، فبقى يا الطموح كبر قوي بالنسبه للناس كلها ان احنا عايزين نكمل عشان نشوف ولادنا في نفس المكانه. فاحنا عشان كده شغالين ببلان طويل شويه بنختار من خلاله الولاد اللي يقدروا يكملوا معاك ديت. في بطولات قريبه احنا يعني غالبا كموسم انتخابات في البلد كلها ولسه خلصان، غالبا في غضون شهر ونص هيحددوا بطوله الجمهوريه اللي يمكن تكون في 11 الجاي ان شاء الله. البطولات الدوليه غالبا احنا بنلعب هولندا في شهر 2، في حاجه تانية برضو بعتوا لنا دعوه في اسبانيا ان شاء الله في شهر 6. لسه يعني في وقت كافي الاعداد لكل الكلام ده بالظبط. طيب هايل جدا، حابب بقى اعرف مصر على المستوى اولا العربي وعلى المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي وصلت لاي مرحله؟ يعني نبتديها من العربي بعد كده الافريقي بعد كده الدولي. بص يعني بكل المقاييس احنا الحمد لله على المستوى العربي احنا فريق كبير جدا، ممكن دولتين ثلاثه اللي بيلعبوا دايفنج، ففي البطولات العربيه احنا بنكسب بمسافه كبيره. المستوى الافريقي غالبا ما فيش لقاءات افريقيه لان معظمهم محترفين، لان اللعيبه المميزين بيكملوا ويسافروا ويبتدوا يلعبوا باسماء دولهم بيحترف في البطولات الدوليه. انما كلقاءات قاريه مثلا افريقيا لا، ما الدول العربيه بس اللي موجوده. احنا الحمد لله نعتبر على افريقيا نمره واحد، فالدول العربيه نمره واحد على اساس ان احنا اكبر عدد لعب في الاولمبياد اللي فاتت. يمكن من قاره افريقيا لعب 4 من مصر وبنت واحده بس من جنوب افريقيا. على المستوى بقى يعني الدول الاجنبيه والاوروبيه منافستنا اخبارها ايه؟ بص احنا المنافسه عندنا يعني 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 للحقيقه في المراحل السنيه الصغيره لغايه 15 سنه احنا يمكن قريبين منهم جدا جدا وبننافس معاهم. ويمكن احنا اخر بطوله كنا بنلعب في هولندا في امستردام كان عندنا بطوله اندهوفن دوليه، طلعنا الاول بعد 3 مشاركات معاهم ما شاء الله. البطوله الاخيره طلعنا فيها المركز الاول. احنا نقدر لغايه 16 سنه نقدر نعمل حاجه، بس من بعد 16 سنه اللي هي الثانويه العامه ثم الجامعه ثم الاولاد كبروا، يعني القصه شويه بتبقى مختلفه. هم هناك اول ما يوصلوا 16 سنه بيكونوا عاملين لهم عدد طويل قوي ومحافظين عليهم وعايشين في مكان واحد. كل الناس اللي بتبتدي تنجح عندهم بقى المدارس عندهم بلان بالظبط كده، ان هم اول ما يوصل الجامعه خلاص الجامعه اصلا بتوفر له كل الامكانيات عشان يا اما تكمل يا اما بتخرج من الجامعه. وهي دي اللي بتفرق معانا، احنا نوصل في المراحل السنيه 16 سنه لا لينا مكان كويس قوي.